قراصنة، حروب بحرية، كنوز وثروات عظيمة، سرقة وغزو المدن والجزر الساحلية، قوم نشروا الرعب في كل أنحاء أوروبا، قتل، سرقة، احتلال، دمار، لقبوا بالذئاب المفترسة والمتعطشة للدماء. تصدى لهم المسلمون في أقوى المعارك التاريخية، أسطورة الفايكنج من البداية إلى النهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ديز وهرجة جديدة. طبعا كالعادة اللي مو مشترك في القناة يشترك وفعل جرس التنبيهات واديني لايك، اكتب لي تحت كومنت يشجعني اكمل. باقي قليل مرة وندخل 600,000 اخو اخت. اي لاف يو، والله احب، ما ادري هي ظابطة مع، ما ادري تزبط معايا ولا ما تزبط كذا، يمكن والله احبكم كلكم كلكم احبكم. طلب واحد بس، عندي طلب واحد صغنون قد كده، بحط لكم تحت صندوق الوصف رابط قناة اخويا. انت كم دخلت؟ لا تقصروا معاه في الدعم، أبغاه يدخل 25-30 ألف إذا تقدروا. ترى لو وصل لخمسة وعشرين ألف 30 ألف لعدد مشتركين مرة كويس، ممكن أسوي عنده حلقة تسألني، مو بعيد. ما طوي عليكم في المقدمة ونقول بسم الله نبدأ الهرجة. التاريخ مليان بالأساطير والظواهر في كثير من الحضارات، زي الحضارة الفرعونية واليونانية وحتى الرومانية، لكن في بعض الحضارات اللي وصفوها بالحضارات المرعبة جدا، ومنها أسبارتا والمغول، وكان أسوأ شعب فيهم هو شعب الفايكنج. وعصر الفايكنج كان من أكثر العصور الغامضة في التاريخ، لأنهم شعب ما كان عندهم لا عاصمة ولا مملكة ولا إمبراطورية ولا حتى قيادة واحدة متماسكة. كانوا إذا طفشانين يقولوا البعض يا أخي والله الوضع طفش، يقول لي والله ترى الوضع مرة ضيم، إيش الحل؟ عادي اسمع عراقي. لا دقيقة، تسمع عراقي دز يقول لكم لا تسمعوا عراقي عشان ما ابغاكم تحزنوا، والله خاف العراقيين كلهم يحزنوا، ترى كل العراق واهل العراق تاج على راسي، اكثر ناس مدرعين عندي في الكومنتات، خاصه لما يجي يقول لك يا كلبي وبعدين يكتب لك بين قوسين قلبي، والله كلكم قلبي كلكم احبكم. فهم لما يطفشوا ويقولوا ان الوضع ضيم يقولوا يلا نقوم نغزي اللي جنبنا. وبسبب هذه الفوضى العارمة اللي كانوا فيها خلوا العلماء يحتاروا، وصاروا ما يقدروا يفصلوا بين الشيء الحقيقي والأسطوري عن الفايكنج في هذيك الفترة الدموية، ويعتبروا الفايكنج محاربين وحشيين، انعرفوا ببشاعتهم وتعطشهم للدم، لدرجة انهم كانوا يدخلوا المعركة وهم مصهللين ولا محششين، اي حاجة فيها طوط هم ممكن كانوا يستخدموها، لانهم كانوا يحاربوا بشكل هجومي همجي بدون اي مشاعر، حتى الالم وقت المعركة كان ما يفرق معاهم، كانوا يحرقوا ويدمروا، يقتلوا الكبار والصغار والشيوخ، ما في شيء في طريقهم الا دمروه، واذا ما قدروا عليه يحرقوا، يعني عندهم مبدا انا ومن بعد الطوفان. وهذا الشيء اللي خلى الرعب ينتشر في اوروبا بشكل كبير، لانه الفايكنج كانوا مشاهير في صنع السفن وعندهم خبره في الابحار والغزو. والفايكنج في الاصل هم قوم جرمانيين عاشوا من القرن السابع الى القرن ال11 ميلادي في شمال غرب اوروبا من بلاد اسكندنافيا، عاشوا في هذاك الوقت في مجموعات صغيره يعني قبائل متراميه، وكان لكل مجموعه ولكل قبيله منهم ملك او سيد يحكمها، وانقسم مجتمعهم لثلاثه طبقات. الطبقه الاولى يكون منها الملوك والنبلاء والاثرياء، الطبقة الثانية الأحرار اللي هم المزارعين والتجار وموظفين الدولة، الطبقة الثالثة كانت طبقة العبيد. هذول الفايكنج تسببوا في كثير من الحروب والغزوات عشان إيش؟ عشان يشبعوا رغباتهم ويوسعوا مملكتهم الهمجية، ولغتهم كانت اللغة النوردية القديمة، وهذه اللغة فيها 16 حرف ومعروفة اليوم باسم اللغات الجرمانية القديمة. الفايكنج هم شعب وثني قدسوا الكثير من الآلهة، وأشهر إله عندهم هو أودين إله الحرب، وهو الكل في الكل، وثور إله الرعد، وبالدر إله الضوء. وكانوا مؤمنين بشدة إنهم إذا ماتوا بيعيشوا مع الآلهة فالهالة. طب إيش هي فالهالة؟ توقع بتكون جنة مثلا، أو ممكن تكون حدائق أو شيء جميل ممكن يخطر على بالك، فيها أنهار، فيها جبال، فيها خضرة، فيها ثمار. حاب أقول لك يا عزيزي المشاهد، لا ولا شيء من هذا اللي جاب بالك. فالهالة يا حبيبي هي قاعة ضخمة مهيبة كبيرة، وفيها جميع أنواع الأكل والنبيذ جوة قصر عظيم في أسغارد في العالم الآخر. طيب يدرج انت وياي الفايكنج تسوي الحرب هذه كلها عشان في النهاية لو متوا تدخلوا قاعة؟ طيب ما تبنوا القاعة وتحطوا فيها نبيذ وكل أنواع الأكل وخلاص، ليه بتستنوا هذا الشيء لين ما تموتوا وتهلكوا نفسكم وخلق الله معاكم؟ يعني أتوقع ما في همجية وفكر همجي أكثر من كذا. من أشهر ملوكهم كان إريك الأحمر، أنا عارف بهذا الاسم عشان شعره الأحمر، وهو اللي اكتشف جرينلاند سنة 985 ميلادي. وإريك عنده ثلاثة أولاد وصاروا ملوك، الملك الأول ليف إريكسون،
اللي اكتشف الساحة الأمريكي، والملك الثاني هارولد جودينسون اللي سمع صيته في النرويج، صار مشهور في النرويج لأنه حقق انتصارات مرة كبيرة من الغزوات الكثيرة اللي غزاها. وعندكم الملك الثالث راغنر لوثبروك الأسطوري، وهذا تزوج 3 مرات وعنده 6 أولاد. وهروج هذا الملك مصدقة من أكبر المصادر التاريخية، وذكروا بأن أولاد راغنر هم اللي كونوا أكبر جيش وثني عشان ينتقموا من اللي قتل أبوهم الملك الإنجليزي إيلا. راغنر في بدايته كان فلاح بسيط قبل ما يدخل في هرم السلطة، وبعدها صار شديد وكان شبه الآلهة بالنسبة لشعب الفايكنج، يعني هم كانوا يشبهوه بالإله حقهم. وبعدها غزوا جزيرة لينسفار في إنجلترا، ووقتها دمروا الكنيسة اللي كانت المركز الأساسي لتعليم الديانة المسيحية، وكانوا الناس اللي ساكنين في الجزيرة تجار وأغلبهم يتعلموا من هذه الكنيسة. لما وصلت سفن الفايكنج لهذه الجزيرة، سكان الجزيرة كانوا يحسبوا أنهم تجار عاديين أو سائحين، فرحوا وراحوا عندهم بعض الأشخاص من الجزيرة، وهذول اللي راحوا لهم كان شغلهم أنهم يجمعوا الضرائب من التجار، فطلبوا منهم أن يجوا معاهم، فقالوا للفايكنج يلا تعالوا ورانا عشان تدفعوا الضرائب حق التجارة. فرح معهم كم واحد من الفايكنج عشان يستكشفوا الجزيرة، يعني دول يبغون يدفعوا ضرائب التجارة وهذول في راسهم انهم بيستكشفوا الجزيرة ويبغوا يشوفوا هل الوضع مناسب انهم يهجموا عليهم ولا لا، وهل اهل الجزيرة جاهزين عسكريا ولا من جنبها. لما استكشفوا الفايكنج الجزيرة وعرفوا انه سكانها ناس مسالمين وعاديين ومن جنبها، وفي نفس الوقت عندهم كنوز وثروة كبيرة، فقرروا انهم ياخذوها ويستولوا عليها ويسرقوا كل ممتلكاتهم، وبدأوا يقتلوا في الناس الصغار الكبار الرهبان. اما الباقي اللي ما ماتوا اخذوهم معهم عشان يكونوا عبيد، بعد ما قتلوا حرقوا ودمروا رجعوا لقبيلتهم، رجعوا معاهم ثروة كبيرة من الجزيرة بدون ما تاخذ منهم وقت. بعد ما شافوا ان الهرجة سهلة وإيزي يا عزيزي، قرروا انه بدل ما يستنوا فصل الصيف عشان يزرعوا ويكسبوا، قالوا لا في طريقة اسهل، وعجبهم الوضع فبدأوا يحاربوا ويسرقوا من كل الجزر اللي حواليهم. ومن هنا بدأ العصر المظلم، عصر الفايكنج. بعد الإشاعات اللي زادت عن شعب الفايكنج في كل انحاء اوروبا، بدأت تتوجه حملاتهم لشواطئ انجلترا وإيرلندا، لدرجة أنه ما كفاهم كل هذا وبدأ يسيطروا في سنة 865 ميلادي على قبائل اسكتلندا وإنجلترا، وعملوا فيهم مجازر بشعة جدا. طب هذا كان وضعهم في أوروبا، بس في سؤال، هل كانوا طمعانين في المسلمين ذاك الوقت؟ وإيش كان وضعهم مع المسلمين؟ نيجي للدولة الأموية يا عزيزي في الأندلس اللي كانت في هذاك الوقت بيسموها بجوهرة العالم، لأنها كانت مليانة بالذهب والكنوز والعلم، واللي كان يحكمها عبد الرحمن الأوسط. في يوم من الأيام جت 10 سفن من الفايكنج على سواحل مدينة لشبونة. للأسف كانت المدينة في ذاك الوقت مو محصنة من ناحية البحرية، لأنه ما كانوا يعتقدوا أبدا أنه في أحد ممكن يحاربهم من جهة البحر، لأنهم متعودين على الحروب البرية. وفعلا دخلوا الفايكنج على المدينة عشان يستكشفوها كالعادة قبل أي حرب، وفعلا استكشفوها وقرروا أنهم يأخذوها بالحرب والدمار، بس استعجلوا في قرارهم. ومدينة لشبونة كانت ما هي جاهزة عسكريا بحريا، بس كانت جاهزة عسكريا بريا، فقدروا المسلمين انهم يطردوهم من المدينة، وفي نفس الوقت جاهم غرور النصر المسلمين وانهم هزموا الفايكنج. بعدها جوا الفايكنج مرة ثانية في 80 سفينة حربية على شواطئ اشبيليا، وبدأوا يسرقوا ويقتلوا كل المسلمين الموجودين هناك لمدة 40 يوم. وبقي الوضع على هذا الحال إلين جاهم الدعم من الخليفة عبد الرحمن الأوسط، وأرسل لهم جيش بقيادة عبد الله بن كليب، وتواجه الجيشين قدام بعض، جيش المسلمين من جهة وجيش الفايكنج من الجهة الثانية. وللأسف انتصر جيش الفايكنج الهمجي على المسلمين، ورجع أرسل أمير الأندلس عبد الرحمن بن الحكم محمد بن سعيد بن رستم عشان يصدوا جيش الفايكنج، بس كان الهجوم على الفايكنج صعب لأنهم كانوا بيعتمدوا على أسلوب الهجوم وبعدها يهربوا بسرعة على سفنهم مرة ثانية. فقرروا قادة الجيش الإسلامي أنهم يسووا لهم كمين، وأمر واحدة من الفرق أنه تنتشر بين الفايكنج وسفنهم، فقدر المسلمين أنهم يحاصروهم من الجهتين وأسروا أكثر من 500 مقاتل وآلاف الجرحى، ودمروا لهم 35 سفينة من السفن الموجودة. في النهاية قدروا الفايكنج أنهم يهربوا لسفنهم، لكن هروبهم هذه المرة بسبب خوفهم من جيش المسلمين. بعد هذا الانتصار العظيم أرسل أمير عبد الرحمن رأس أمير الفايكنج و200 رأس من مقاتليهم الأشداء لطنجة والمدن اللي حواليها عشان يبشروهم بنصر الإسلام. وهذه الحرب خلت أمير الأندلس عبد الرحمن الأوسط يعرف بعدها أهمية وجود جيش بحري إسلامي، لكن للأسف هذه النهاية الحقيقية لانتصار المسلمين على الفايكنج تحولت في مسلسل الفايكنج لأسطورة الفايكنج واللي سموهم بالأبطال وغيروا كل حقيقتهم البشعة. لكن كل هذا كلام فاضي، أنهم من الأساس كانوا شعب همجي وحرامية وما لهم أي صلة بالبطولة، لكن الإعلام الغربي كذا يحب يسلط الضوء على أشياء معينة من اللي عندهم هي تكون في الأصل سيئة، وهم يحاولوا يطلعوها بشكل جميل وبأبهى صورة، يعني كله كذب وترقيع. وترجع في الحقيقة كل البطولة وشجاعة لعبد الرحمن الأوسط، يرجع من قوة المسلمين وكيف أنه مواجهوا الفايكنج في هذاك الوقت. قامت رسالة القسطنطينية هدايا وسفراء للأندلس عشان يضبطوا علاقتهم مع عبد الرحمن الأوسط، لأنهم شافوا قديش كان قوي باللي معاه من جيوش، وشافوا يستوى في الفايكنج اللي ما أحد في أوروبا قدر أنه يوقف وجههم. وبعدها اختفى الفايكنج بشكل كامل. هنا بدأوا الناس يبحثوا عن سر اختفاء المفاجئ. في سنة 985 ميلادي اكتشف الفايكنج جزيرة
غرينلاند بقيادة إريك الأحمر. وبعد 1410 ميلادي كان في هناك 100,000 من الفايكنج المستعمرين على شواطئ غرينلاند، وكان هذا التاريخ الأخير اللي انذكروا فيه هذيك الفترة. من بعدها ما حد شافهم أو حتى سمع عنهم. بعد ما عدت هذه السنين السوداء رجع هانس إيج عشان يأسس مستعمرة جديدة في غرينلاند سنة 1721، وكان يدور على مستعمرة الفايكنج اللي كانوا فيها، لكن ما لقوا إلا أثر قراهم وأكواخهم، وصار بعد اختفائهم من أكبر الأسرار اللي ما انحلت إلى اليوم. حتى بعض الكتاب كتبوا في كتبهم إنه اختفاء الفايكنج كان شيء غامض وغريب. وفي مرة من المرات طقت الهرجة في راس ضابط في الفرقة البحرية الأمريكية، يبغى يعرف ليش اختفوا الفايكنج فجأة وفين راحوا. ويقولوا ان الفايكنج بعد كل هذه الحروب اللي خاضوها وعشان المنطقة اللي هم عايشين فيها صعبة، قرروا انهم يدوروا على موطن ثاني. وعلى كلام هذا الضابط انهم راحوا لجهة القطب الشمالي ولقوا جنة على الأرض لسه ما وصلها الإنسان قبلهم، وانه متوفر فيها كل شيء عشان يقدروا يعيشوا فيها. وفعلا راح الضابط للقطب الشمالي مع بعض من بقايا الفايكنج المستكشفين، لكن في النهاية ما لقوا اي شيء ولا اي اثر لهم، فص ملح وذاب. رجع بعدها المستكشفين مع الضابط لغرينلاند لموطنهم الأول، وقالوا السكان إنه فيه هرجة كبيرة ولغز كبير لاختفاء أجدادهم. لكن الشيء الغريب في الموضوع إنه كل الأحداث والألغاز الكبيرة بتنتهي عند القطب الشمالي أو الجنوبي، وهذا الشيء فعلا غريب. يعني زي مثلا هرجة مدينة أغارثا وغيرها الكثير من الأساطير اللي بتنتهي يا عند القطب الشمالي يا عند القطب الجنوبي. إيش السر؟ الله أعلم. وبكذا انتهينا من هرجتنا. لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعل جرس التنبيهات، وأهم شيء صلي على الحبيب قلبك طيب. فمان الله.